متضررين. منع الصيد، وهذا هذه الحملة يعني حملة كبيرة يا منى. الحملة ديت شايف ان هي بتضم شرائح هامة من المجتمع، وخصوصا ان هواة الصيد دول بيكون معظمهم هي مش شخصيات. بس هواية إسلام، ما هي مش بس هواية، هي كمان لقمة عيش لناس كتير وشريحة كبيرة قوي. فالصيد يعتبر هواية، يعتبر كمان لقمة عيش لناس كتير. فالنهاردة هتكون موضوع حلقتنا بالكامل عن هواية الصيد وحملة. معانا مداخلة دلوقتي عشان فنانتنا الكبيرة وفاء عامر، النجمة الكبيرة، متضامنة مع حملة هواية الصيد في اسكندرية وصرخة المسؤولون افتحوا البحر. اهلا بك يا نجمة. مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخير عليك. مساء الخير يا فنانة يا جميلة وفاء عامر معانا، اهلا بيك يا حضرتك. اولا انا عايزة اقول ان هواية الصيد دي مش هواية عادية، هواية بتروح عن النفس، فيها جزء كتير جدا ترفيهي للفرد والاسره، بعيد خالص عن اي يعني عن اي حاجه. احنا عايزين بس ننوه لان الساحل الشمالي ومنهم اسكندريه الكورنيش تحديدا دي ركنه، وبتسال فيها المسؤولين بشهاده الناس الموجودين سواء في الساحل الشمالي او في اسكندريه او الغردقه او البحر. كل المدن الساحليه اثبتوا اخيرا انها زيرو كورونا، رقم واحد. مش معنى كده نكستنا وكده، لا، ده رقم واحد. انت بتستنشق ملح وبتتعامل مع الملح، وهو الملح اساسا قاتل للبكتيريا والفيروسات. ايوه ده رقم واحد. عشان بس ايه، انا مع تباعد المجتمعي وتباعد الفرد ما بين الافراد وبعضها. اعتقد ان الصيد الناس بتقعد بعيد عن بعضها طبيعي، والا المساله يعني الخيط بتاع الصنانير هيخش على بعضه، هيشتغل في بعض. بالظبط. ده جزء ترفيهي تعتبره الدوله انه جزء ترفيهي للناس علشان تروح عن نفسها. بلس ان الواحد لما بياكل من حاجه هو عاملها بايده او جايبها بايده، دي لها طعم تاني خالص. بالظبط كده. دي لها فلسفه حتى. يعني احنا الاول لازم نشرح للناس، احنا ده انا نفسي امنيه حياتي على القناة دي وعلى القنوات التلفزيونية يبقى عندنا برنامج مرة في الشهر يعلم الناس ازاي الصيد. تمام. بمعنى برضه. وبعدين هي لقمة عيش لناس كتير قوي. بالظبط كده. غير انها لقمة عيش لناس كتير، هي كمان بتعلم حاجات كتير قوي قوي قوي. الواحد لما يعمل حاجة بايده وبياكل منها بايده بيبقى لها طعم مختلف عما تجيله على الجاهل. بالظبط. بتعلم الناس على الصبر النفس والصبر. وكمان الناس بيبقى عندهم الحاجه دي ترفيهيه اكتر من انهم بيصطادوا اسماك، لان بالظبط عارف احنا كل يوم ممكن نحط مثلا 4 سمكات صغيرين ما يجوش ربع كيلو. بس انا سامع ان حضرتك مش نجمه بس في السينما والتمثيل، انا سامع ان حضرتك نجمه كبيره في الصيد. بس انا هقول حضرتك على حاجه. اتفضلي. بص معلش يعني معلش الناس برضو يعني معلش، لما انا كصياد او كبحب الصياد ابعد عن اني اضايق حد برضو يعني، ما برضو ما اجيش جنب بيتك وتحت بيتك وافرد واقعد وخاصة في مارينا. خاصة في مارينا. انا مع حضرتك. أنا طبعا بالموضوع ده مارينا. احترام الخصوصية. انا بشكر طبعا المسؤولين والقائمين على الساحل الشمالي بالكامل انهم ملتزمين الى لحين صدور قرار اخر. بشكر طبعا اداره اسكندريه الشواطئ، بس طبعا بتمنى ان يحصل فعلا المعجزه وتتفك المساله، لان في ناس بتاكل كمان عيش من الحكايه. هو حضرتك طبعا يمكن حضرتك متعاطفه مع الناس اللي هي بتاكل عيش اكتر، لانه هو طبعا بيطلع يعني بيستغل وقته وبيستثمره في انه هو يعني يطلع يمارس هذه الهوايه، وبتكون برضو في نفس الوقت بالاضافه مصدر. انها ترفيهيه مصدر. هوايه مصدر. ايوه هي مش هوايه يعني بس هو مصدر عشان يدفع فلوس وعشان يعلم ولاده. انا اعرف صياد ابنه دكتور من المهنه دي. ايوه. او من مهنه الصيد. ما هو بالاكد ان الصيد مش بس هوايه، الصيد كمان بيكون دخل. طب ايه اقتراحات حضرتك لحل الازمه؟ اقتراحاتي لحل الازمه يبقى في رسوم بسيطه على الصيادين، ويبقى معاهم كارنيهات عشان ما يبقاش كل مسافه ده بينزل البحر
حاجه. اما بالنسبه للصيادين الهواه اللي بيبقوا موجودين على الشواطئ العاديين جدا، بيعدي حد من تبع الدوله حاجه بسيطه جدا زي ما قلت الشتاء، ان شاء الله تكون 10 جنيه يعني. ان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين ما دام وفاء. بس ده يكون خارج القرى السياحيه، لان القرى السياحيه لها خصوصيتها، وزي ما حضرتك قلتي ان محدش يروح برضه يقعد يضايق حد قدام بيته او ما كذا. ما يبقاش كمان ما يبقاش حد بيجي من بره، ما يبقاش حد شاري بيت وحاطط فيه دم قلبه وعشره عمره فيه وذكرياته وفجاه يتقلب لمكان للسيد. كل اللي حوالي كل اي حد يجي يقعد. بالظبط بالظبط، احترام الخصوصيه برضه حرام يعني. فعلا. احترام الخصوصية يا فندم، احنا بنأكد على ذلك. بالظبط، احترام الخصوصية. تمام يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جدا على المداخلة الجميلة دي، وان شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين. ان شاء الله يسعدنا تشريف حضرتك لنا دايما. الدولة عملت مزارع للثروة السمكية عشان تنمي الثروة السمكية، عشان تساهم ايضا في ان يعني سد الفجوة بسعر ارخص. سد الفجوة والسعر ينزل. يبقى الاقتصاد يروح المزارع السمكية بتاعت منه بيمارس الهوايه ومنه بيدفع ثمن اقل بكتير قوي من انه يشتري من بره. تمام. خصوصا ان السمك كمان السمك فيه فوائد كتيره بالنسبه للصحه، وخاصه السمك الطازج. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا يا مدام وفاء، وان شاء الله ساعدنا بحضرتك وبنشكرك للمسؤولين جدا، ويا ريت صوت حضرتك، طبعا صوت حضرتك واصل اكيد لكافه المسؤولين، وشكرا لدعم حضرتك. ان شاء الله المره اللي جايه تكون ضيفتنا في 50 دقيقه. ان شاء الله دي تشرفنا، ان شاء الله تكون ضيفتنا ان شاء الله في 50 دقيقه، واحنا بنشكر حضرتك جدا الفنانه والنجمه وفاء عامر.